خلونا نسأل السؤال ده لزميلتنا في الاستوديو هالة الحملاوي، لكن كمان نعرف منها أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الخير عليك يا هالة. صباح الفل يا فسن. صباح الفل يا شازلي. ترجعي ازاي بقى لمود الشغل؟ انا شايفه ان اخر يوم في الاجازه ده لازم يبقى مرحله انتقاليه. صح يعني لا سايكولوجيكلي انت بتهيئ نفسك، يعني اللي عنده ايميلات يبتدي يشيك عليها، اللي عنده برزنتيشنز يبتدي يفكر هيعمل فيها ايه، اللي عنده ميتينجز يبتدي يهيئ نفسه للميتينج دي هتمشي ازاي. ضايع 24 ساعه لانه لا مش 24 ساعه، هو ممكن يكون ضايع مثلا 4-5 ساعات بس مردودها هيبقى ايجابي. تعرف بالظبط عامل زي ايه يا شاذلي؟ زي الناس اللي بتتجوز، فهو ايه فجاه من مرحله سنجل يا نهار ابيض انا يعمل ايه في النص مسؤول وعندي بيت وبتاع، فيحصل خضه. طب وليه يا جماعه؟ ما احنا نهيئ نفسنا فنتعامل فالدنيا ما نتخضش يعني. ايوه ما يحصلش خضه. فاخر يوم ده يعني الناس انا شايفه برضو ان في ناس اللي هي بتبقى لغايه متمسكه لغايه اخر ثانيه، فيبقى مثلا هو عنده شغل يوم الاحد، يوم السبت 9 بالليل راجع على الطريق، ف فاكيد أيوة. يبقى متعب. حقيقة انا بتفق معاكي تماما. لازم يبقى في مرحله انتقاليه من اجازتنا لشغلنا كام ساعه بس على الاقل، انه يبقى في يوم كده ابقى رجعت ريحت في نفسي تفكيري كل حاجه، ما بقاش فعلا راجعه من الاجازه على طول على الشغل خبط. صحيح. حقيقي صحيح.